احنا المشكل تاعنا اليوم هو المناوبه على جميع الخطوط. احنا دروك حنا رانا زوج جروبات، جروب فيه 150 طاكسي اللي هي تشغل ولايه تلمسان ومعسكر وسعيده، وكاين 82 طاكسي اللي تخدم الجزائر ووهرن وشلف وغليزان ومسغانيم، تما عندهم غير العواصم ياك. واه احنا رانا من دوميسيس وحنا نطالبوا بهذه المناوبه اللي حد اليوم ما كان والو غير الوعود الكاذبه، ما حتى الان مازال ما عطاوناش حتى حاجه. حنا الطاكسيات كيما راك تشوف الصوره غنيه عن كل تعليق، الطاكسيات هنا راهم كاع اليوم حاضرين، راهم ينادوا باش يديروا المناوبه. حنا المشكل دوك ما عرفناش مع الاداره غير صبروا وما دارونا حتى حاجه. ونزيد نعطيكم معلومه، حنا دوك في الكارديولا تاعنا عندنا ما بين الولايات والاخرين عندهم ما بين الولايات، كيفاه على هو يخدم الخطوط الملاح وحنا عطينا خطوط الميتين. حنا باغيين نعرفوا دوك السر وراه، علاه ما يعطوناش العد، حنا شغل العد، علاه ما يعطوناش نخدموا كيفهم.